تنقوشت ام في يوم قوت انت استجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم الله يعقوب ويرسل لك الرب. اللهم باسمه خلصني. سيوان معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين. روح القدس الذي سيرسل الاب باسمي فاكون يعلم كل شيء يذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلاما اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم ان قلت لكم نمت ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون بالنمط الاب، لان اب اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى ما تكانتم منه. لست كلكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتى وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه يحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وبالكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر أقطع، وكل ما يأتي بثمر أقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه وأيضا فيكم. والمجد لله دائما المدينة من تمشنك وكريستوس مكوث وغصوص نمر ابن مسوى يبجيعك يكسطم النيلان. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت وتلم القديس الرسل المكرم الساعه الثالثه هذا لا تنزع من الصالح لكن نسالك ان تجدد في عشائنا قلبا نقيا يخلق في الله روحا مستقيما جدد في عشائي. لا تطرحني يا رب من قدام وجهك، وروحك القدوس يا رب لا تنزعه مني. بذكرك ايوك يا اجيب نظماتي ايها الرب يسوع المسيح الذي ارسلت روح قدسك عدلان القدوس الرسل المكرم الساعه الثالثه هذا لا تنزع من الصالح لكن نسالك ان تجدد في عشنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما وحيا الروح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه ايها القادر على كل شيء، لانك انت وضع نفوسنا يا رب يمضي لكم سنة آتي العالم ارحمنا. إنين كأيك سوسيون أستونيون آمين. قلت لأن تلك الكرمة الحقيقية الحامل عقود الحياة نسألك تلممتلئنا مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا
مبارك الرب لأنه مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا. أيها الملك إسان نظر أرك حضر من كمال كنس مطهم أنت فضح أنت هرنا متصلا خلص نفوسنا. كما كنت من زم خلطة مسلم كن معنا نحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوة قدوس زوج صاص يا صاص مجد معلم نعمة البشيرة المز الطاهر بركات علينا أمين. صلى الله وصلى الجماعة صعد الإجابة عندما جلس قدم الله تلاميذ وفتح فعلم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزناء لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجائع والعطاش لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيمون في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد ملح فما زمان لا يصلح بعد لشيء إلا أن نطرح غارقا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل ولا يقودون صلاجا ودعوا له تحت المكيال بل يدعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدا آمين تنشمك وخرسوس مكوثن وصوص نبن ومسواب جيعك يكسطمون عينان يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة مرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى على أبونا آدم في الفم مزق المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله والرب سمعنا الله مستجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلى أسماع شبابك كلام أقول فاسمع صوته وخلص نفسي بسلام سامترينك أيوك أجيوم نماتي يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وأحييت الموت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتلب جانب ألامك الشفيه المحمية بالمسامير التي سمرت بها وانقذ عقولنا من طيشات الأعمال وذكر أحكامك سمي كرافتك ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الزوال من عذراء لأن كثيرة هي شفاعتك مقبولة عند مخيط المطر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تلم من أجلنا لك أنت تغفر سريعا لأننا قد تمسكنا جدنا عند الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كنين كيوين كيسوسيون صنيون آمين سانا تخلص انت بواسطة كل مسيح لأن بسد يديك الدات على الصليب فلهذا كل متقل مجد لك يا رب سامترين كيوين كيوين دماتي يا جد شخص غير فاسد ويستلط المفتد المسيح لهنا لأنك في مشت ستة تصد على الصليب وتنهي الذين ختمنا بوضيت عدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا أيضا من خلط لما أتيت العالم يا رب المجد لا كينين كاين كيسوسيون أستون إيون آمين أنت هي الممتلئة نعمة يا طول عزراء نعظمك لكم بصليب ابنك أنا بضج عن الموت وما تركوا فنهدنا بايش تحكم حياة العبادين ونفضل الأمر لهذا تقول متمسع إلهنا نعوذ بك يا أم النور الحقيقي ومن مجلك الفرازة والقديسة أورد الله لأنك لا تمخلص عالم تخلص فوسا مجلك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر رسلك للشهادة للصدقين سباتك خطايا نبشر بالثالوث قدوس له واحد نزق دار مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بلان واحد الله لا يضابط كل سماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار كان كل شيء هذا لازم من اجل نحن بشر من اجل خلاصنا نازل السماء تجسد من روح القدس من امر عزرات ان صلب النار بلاد صلبونتي تالم وقبر قام سانس كم كتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجد يدينا حال مويت الذي ليس يمكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحمد بسم الله نسجد لهم قدوم على الاب لابن الاطفال الانبياء
أحد مقدس جامع الرسلية ونعترف معمودية واحد من في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون سون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون يا رب ارحم. كيرياليسون ارحمنا يا الله. كيرياليسون اسمعنا وارحمنا. كيرياليسون قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض مملوءتين من مجدكم الكرام. Alleluia, fai bebi e oi tae bishoisi same io marin feli lentin unu femmonen chit آمين.
نسبتي راجيوس إيسيوس أجيوس إن ابن بماجيون آمين إبلوجيتوس كيريوس أوسيوس إستوس إيوناس آمين نسنوس تيروز موب شويس مروز مورو فنجين لا أستيرو جابف نايت أغرو ريجون ووتي مسمين تيب شويس شوب شايني آمين هللويا سبتريك يوكي اغيوم نغماتي كننكاي كيسوس يون يون امين هللويا اشلين بيه بروسف شي استاسيتي يرنبا بيتم نماتي سو مارن شبه موت انتوت فين بريف هربس نانيف او نايت انتب نوت فيوتن بن شويس او بن نوتو بن سوتي ريسو او از بخريسوس يغرس كي بازي نگور بسني رون افر هيرون افشوبتي نيرو فافتي سو يرون افتي تتين افنتين شارياتاي ونو ساين صوفون مار انتيرو خبوس انتفره ايرون خن باي ايوس وفاي نمنو تيرو انتبنون انهرين فين انجبه بانتو كراتو رب شوي سبن نوتي برو سفك ساستي كيريا لايسو ابني رب شوي سبن نوتي بانتو كراتو رب يوتن بن شوي سو بن نوتو بن سوتير يسوس بخريسوس نشكورك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة نطلبه لكي يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديس من مسلعنا في كل حين ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين البطريرك الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا متاؤوس واجعلنا مستحقين أن المشاركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسألك من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليلة حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن ديرك المقدس هذا نيزي سنونيف نتأرنوف رسان يمون عن جنسك بتكتين برشيشنان يوم يجنوب نمشيلي نمجن تقوم ترسن تبي قاجين إيسا قدام هذا اليوم
آباء القمامسة والكسوس والشمس والرهبان وكريس وكل الشعب وضعفي يكونون محن من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسول من فم ناظر الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك الكنيسة أوريس ومعلمنا ديسكورس والكنيسة سنسس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا زئبير الفم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس ومن أفواه 318 المجتمعين بنيكيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفاسوس من فم أبينا البطريرك البابا تودروس الثاني فم حقرتي لأنه مبارك ممنوع مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. إن بنيوت الطيوت نار شيرف سبابا وطوى دروس لم بنيوت نبس كوبوس فمت انت بخريسوس اوثيس امين كي توبني اغمى اتي ايسو Hey, hey, hey.
تيثيو توكوس سواب مريا بشوي صريح مطنان بيكو يفول انتن النوبي بيتن برز في انت بيارش انجلوس صواب غبري يلبي فايش النوبي بيشو اي صريح مطنان بيكو ولنتن النوفي هيتن برز فيانت بيشاش فينا رجي انجلوس نمني طا ما اني بوراني يوني بيشوي صريح نان بكوي ولنتن النوبي تن برز بيانت بي سنجني سنما نو إليو أنسيب شيري إنزخ ريا سيب شوي صاري اهمتنا نمتكو يفول انتن النوفي ميتني شين تبي اوي بزخ ريا سنمتس هيمي بچوی سری نان بکوی ولن تن نوی هیتن نیمشین دنی هلوی تز مروتیو و کیم نمان بچو Oi sarie motan bikoi volente nenno hitenni shinte na shoi se yote na bostolos nemersevi ente ni masiti se shoi sarie motan bikoi volente nenno Hiteni shienteni so binti boy eho mi oi bi wai kata bi farani bi o ai sare mo an bi koi Volen ten novi hiten no evjiare bon khem beniote ta yotenare chiere se baba avatavadro se bechoi sariemot Nembeko e volente nenno vi Hite enno e vishi ari e bon chem ben yote Ta yote nzike o sava mette O zibi ebe skobo se sho Mokobe khere sosnembe
البولس فصم رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا وبركاته علينا أمين. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل أنبياء في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد المرسوم ابن الله بقوة حسب الروح القدس بقيامة الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به نن النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم على اسمه الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح إلى جميع ساكنين برمية أحباء الله المدعوين الأطهار النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. فأولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم لأن شاهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه كيف بالانقطاع أذكركم متضرعا كل حين في صلواتي لعل طريقي يسهل بمشيئة الله أن آتي إليكم لأن مشتاق أن أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان الكائن فينا بعضنا مع بعض إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا يا إخوتي إنني ها مرارا كثيرا أستعد أن آتي إليكم ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا هو اجتهاد الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنون في رمية لأني لا أستحي بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه بر الله يظهر بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا نعمة الله الآن فلتحل على روحنا يا أبائي وأخوتي أمين. الكاسل يكون فصل مسايت معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا أمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات كونوا في كل فرح يا إخوتي إذ وقعتم في تجارب متنوعة عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا وأما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء وإن كان أحدكم تعوز أو حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له وليسأل بإيمان غير مرتاب لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها
فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذا الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، أما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتصر زهره وفسد جمال منظره. هكذا يزبل الغني أيضا في كل طرقه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة خلائقه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد. أمين. شيرني ماريا من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا. أمين. الكلام الأول أنشأته يا سأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله يعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء،
بعدما أوصي الروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم، وأوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم فلما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونوا لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء إذ رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على صفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقومون فيها بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرسليماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. اليوم 30 من شهر هاطور المبارك أحسن الله انقضاؤه، ونحن مغفور خطايا وزلات من قبل مراحم الرب يا أبي أخوتي الجميع. أمين. استشهاد القديس مكاريوس، استشهاد الراهب القديس يوحنا القيلوبي، نياحة القديس أكاكوس بطريق الإسكندرية، تكريس بيعة القديسين قزمان ودميان وأمهما وأخوات أمهم في مثل هذا اليوم تحت الكنيسة بتذكر استشهاد القديس مكاريوس بارك صلاته فلتكن معه. أمين. فأيضا من سنة 1298 للشهداء 1582 ميلادية استشهد الراهب القديس يوحنا القليوبي، كان من أهل قليوب وترهب بدير القديس أنبا بشوي بشهيد، نزل إلى القاهرة فقبض عليه وأرادوا إرغامه على طرق لينه المسيحي، فتمسك بإيمانه فحكم عليه بحمله على جمل والمرور به في شوارع القاهرة، وغرسوا في يديه وأكتافه سكاكين حادة. كان يتحمل كل هذه العذابات بصبر، ولما رأوا ثباته في الإيمان سمروه على صليب إلى أن سلم روحه في يد الرب، ونال كل الشهادة وأنزل المؤمنين جسده من على الخشب وأحضروه إلى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة، وكفنوه بأكفان فاخرة وصلوا عليه ودفنوه في الكنيسة المذكورة بحضور جمهور كبير من الشعب المسيحي. بارك صلاته في القديس يوحنا القيلوب فلتكن معنا. أمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس إياكاكيوس بطريرك القسطنطينية، كان عالما خبيرا بالكتب المقدسة وتفسيرها، كرسوه قسا على كنيسة القسطنطينية، ولما اجتمع مجمع خلقدونيا وأصدر قراراته لم يكن هذا الأب راضيا، وقد حزن على ما جرى القديس ديسكوروس عندما تنيح أناطوليوس بطريرك القسطنطينية. اختاروا هذا الأب بطريرك خلفا له على أمل إزالة ما حدث في الكنيسة من شقاق، لكن المرض قد اشتد عليه فرأى أن يهتم بخلاص نفسه، فأرسل رسالة إلى الأنبا بطرس الثالث بطريرك الإسكندرية 27 يعترف له فيها بصحة إيمانه الذي ورثه عن القديسين كيرولوس وديسكوروس، وقد أتبع بعدة رسائل يسأله بقبوله معه في الشركة، وقد رد عليه البابا بطرس برسالة جامعة أرسلها مع ثلاث أساقفة. دخلوا القسطنطينية متنكرين فاستقبلهم بفرح وقرأ الرسالة واشتركوا جميعا في قداس إلهي. ولما عاد الأساقفة إلى مصر وقدموا رسالة القديس أكاكيوس للبابا بطرس فرح بها وأمر بذكر البطريرك أكاكيوس في القداسات،
ولما سمع الأساقفة القلدونيين بذلك نفوه بعيدا عن القسطنطينية وظل في منفاه ثابتا على إيمان أن ينتنح بسلام. بارك صلاته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تم تكريس كنيسة القديسين قزمان ودميان وأخوتهما أنسيموس وأنديوس وإبرابيوس وأمام صدور إعطية الله التي بناها الملك يوستينيان في غاية الروعة والجمال في مدينة القسطنطينية كتقدمة شكر واعتراف بفضل هذين القديسين عليه، لأنه قد أصابه مرض شديد أشرف به على الموت فظهر له هذان القديسان ومنحاه الشفاء فبنى لهما هذه الكنيسة تسكن وأرفهم جميلهما. بارك صلاتهم فلتكن معنا وعلى ربنا المجد الدائم أبدين أمين. Agios o Theos, Agios Ischeros, Agios Asanatos o Ek Parthenogenethis Eleison Imes. Agios o Theos, Agios Ischeros, Agios Asanatos o Savrotis Imes Eleison Imes. Agios o Theos, Agios Ischeros, Agios Asanatos Anastas ekton nekeron ke eleison iestos oranos eleison imes ukse beteri ke io ki agi omne evmati ke ninke ae ke sosi unason ionan amina getries eleison imes. Ishlin ebi brosef kistos ite irin borosin ke tobne mati so ayo sed rob besal mesih la huna allazi khatabat lam yuzil kiddisin ورسل أطهر مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لأنكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بطلباتك الديسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا. شالمستودا في دليلويا ترجع وتتراءف على سهيو لأنه وقت التحنن عليها Yeah.
يبني صهيون ويظهر بمجده هالليلويا، فليرفعوه في كنيسة شعبه. وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل إبوة مثل الخيرة. يبصر المستقيمون ويفرحوا، أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقصي ملشي صادا. الرب عن يمينك يا أبانا الطاهر الباب البطر يرك الأنبات ودروس الثاني. وعن يمين شريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي أنبا متى. الرب يحفظ لنا حياتكما. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا امين. وانت يا رب ترجع وتطراف على سهيون لانه وقت الطراف عليها، لان الرب يبني سهيون ويظهر بمجده. الليلويا. مبارك الاتي باسم الرب باسم ربنا الهنا مخلصنا مخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. الانجيل من معلمنا لوقا البشير بركاته علينا امين. من اجل ان كثيرين اخذوا في كتابه اقوال من اجل الاعمال التي اكملت فينا، كما سلمها الينا الاولون الذين عاينوا وكانوا خدما للكلمه. اخترت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب لك ايها العزيز ساوفيلوس لتعرف قوة الكلام الذي وعظت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من أيام خدمة أبيا، وامرأته كانت من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم. ولم يكن لهما ولدان إذ كانت أليصابات عاقرا وكان الاثنان متقدمين في أيامهما. فكان بينما هو يكهن في رتبة أيام خدمته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يرفع بخورا، فدخل إلى هيكل الرب وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. فظهر لهم ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستحبل وتلد ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرحا وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب.
وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل للرب إلههم، وهو يتقدم أمامه بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وأنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان جميع الشعب ينتظر زكريا، وكانوا متعجبين من إبطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا إنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يشير إليهم بيده وبقى صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، وبعد تلك الأيام حبلت أليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: إنه هكذا قد صنع بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري من بين الناس. والمجد لله دائما. تفضلوا استريحوا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحد الأول من شهر كياك، نلاحظ أن الكنيسة خلال شهر كياك بتمهد نفوس وعقول أبنائها عشان تستقبل ميلاد السيد المسيح تجسد ابن الله الكلمة. وإنجيل القداس بيتكلم عن بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان، لأن يوحنا المعمدان هو السابق اللي جه عشان يهيئ الطريق قدام السيد المسيح ويعد له شعبا مستعدا. لوقا الطبيب في الإنجيل اللي احنا قريناه كان يعني لوقا الطبيب ده كان تلميذ لبولس الرسول، وكان بيتتبع كل شيء بتدقيق، وتسلم الإيمان والتعليم استلموا من الست العذراء ومن الرسل الاثنى عشر اللي كانوا شاهدوا كل الأحداث اللي حدثت قدامهم يعني من السيد المسيح، لأنهم لازموه وسمعوه وسمعوا أقواله وشاهدوا أعماله وبشروا بتعاليمه المقدسة. بدأ لوقا إنجيله بولادة يوحنا المعمدان عشان يدلل على شرف الولادة الجزدانية التي لمخلصنا الصالح، فقال إنه في أيام هيرودس الملك كان كاهن اسمه زكريا وامرأته تدعى أليصابات، وذكر هيرودس الملك عشان يبين نبوة يعقوب اللي قالت: لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. والنبوة دي تمت، وكان معناها ان هو ما تزال الملك من يهوذا وانتقل الى اجنبي جاء المسيح. يعني لما زال الملك من اليهودية او من بني اسرائيل وانتقل الى اجنبي اللي هو هيرودس جاء المسيح. وده حصل فعلا، لان من ايام موسى إلى داود كان بيدبر شؤون بني إسرائيل القضاء، ومن أيام داود إلى سبي بابل كان بيدبر شؤون بني إسرائيل الملوك، ومن سبي بابل إلى المسيح كان بيدبر شؤون بني إسرائيل الكهنة. فلما بطل حكم كل هؤلاء جه هيرودس حاكما على اليهودية وهو أجنبي لأنه أدومي،
الأصل وعسقلان الموطن. وفي العام الثالث والثلاثين من حكم هيرودس ولد المسيح. وبنلاحظ أن فرقة أبية اللي كان بينتمي إليها زكريا الكاهن كانت الثامنة في الترتيب، لأن لما كتر عدد الكهنة أيام الملك داود قسمهم داود النبي إلى 24 فرقة، كل فرقة كانت تبتدي الخدمة بتاعتها من أول صباح السبت. فزكريا الكاهن ده كان من الفرقة الثامنة اللي هو جي عليها الدور عشان تخدم الهيكل. لكن البشير لما بيقول إن إليصابات من بنات هارون عشان يدل إنها من سبت لاوي، وسبت لاوي كان بيمكنه أن يتخذ زوجات من سبت يهوذا. ونلاحظ إن اللي ابتدى الكهنوت من أليشع زوجة هارون اللي كانت من سبت يهوذا وانتهى بإليصابات. وبنلاحظ لما لكن الكهنة اللي جم بعد كده يعني بعد زكريا بطل كهنوتهم، لأن بمجيء المسيح بطل الكهنوت اليهودي. وبيوضح لوقا البشير إن زكريا وإليصابات كانوا سالكين بمخافة ربنا وكانوا برين، والرب دايما بيعتني بأبناء الأبرار. فبنلاحظ أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. لما نوح قال لربنا أدخل أنت وجميع أهل، أو ربنا قال لنوح يعني أدخل أنت وجميع أهل بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. فربنا شاف نوح البار وكان بيحبه وهو أنقذه وهو ولاده. وإبراهيم ظهر لي ربنا وقال له أنت الله القدير سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. وربنا قال لسليمان وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائدي وأحكامي فإن أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد. وحسقية الملك لما مرض صلى لربنا وقال له آه يا رب أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبقى حسقية بكاء عظيما، فربنا أطال حياته 15 سنة. وأيوب البار كان كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، فكان جزاؤه بعد صبره في محنته إن ربنا بارك آخرته أكثر من أوله وعوضه أضعاف ما فقده. وعاش بعد تجربته 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات شيخا وشبعان من الأيام. فكل الأمثلة دي بتورينا إن ربنا بيحب ولاده الأبرار اللي سالكين في طريقه وبيسمع صلواتهم. وبنلاحظ إن حرمان أو تأخر زكريا وإليصابات من هم يجيبوا نسل ليس بسبب خطاياهم زي ما بيربط بعض الناس، لكن لأنهم كانوا برين. لكن ربنا تأخر شوية عشان يظهر عجائب الله، إن العاقر مهما اتأخرت من الممكن إن ربنا يديها نسل. وعندما كان زكريا يؤدي خدمة الكهنوت في نوبة فرقته، وخدمة الكهنوت كانت زمان صعبة، كانت بتشمل ذبح حيوانات التقدمة ورش دمها وإحراق الذبائح والتبخير وإجراءات التطهير عن النجاسات وإسراج المصابيح وتغيير خبز التقدمة، وطقوس كتيرة كانت بتبى في خدمة الكهنوت. فأصابته القرعة لزكريا إنه يدخل الهيكل ويبخر، وكان التبخير مرتين في اليوم في الساعة الثالثة والساعة السادسة، في الساعة الثالثة والساعة التاسعة. وكانوا بيبخروا في مجامر من الذهب الخالص. وكانوا الهيكل له ثلاث أقسام. الأول كان مكان وقوف الشعب،
وبعدها لما تخش لجوه شوية القدس وفيه مذبح البخور اللي هو كان زكريا بيبخر عليه، وفي الداخل خالص قدس الأقداس وفيه تابوت العهد، وما بيدخلوش ده إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. ولما ظهر الملاك لزكريا اضطرب. ليه؟ لأن تقريبا العبرانيون كانوا بيعتقدوا إنه لا يرى أحد الله أو ملائكته إلا ويموت، فكانوا بيعتقدوا إن هو اللي يشوف ملاك بيبقى جاي مثلا يبشره بحاجة يعني بخبر صعب أو حاجة، فكان فاضطرب. فقال له الملاك لا تخف يا زكريا عشان يطمن نفسه، وقال له كده لأن طلبتك قد سمعت. فزكريا كان بيطلب من ربنا إن هو ربنا يديله نسل، ويقول له الملاك لأن طلبتك قد سمعت. والكتاب بيورينا إن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يقول كده الكتاب كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا وأصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. والأمثلة كثيرة على إن ربنا بيستجيب لصلوات أبنائه، لأن لما صلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبي مالك وإمراته وجواريه فولدنا. ولما صلى موسى إلى الله خمدت النار التي أحرقت طرف المحلة. ولما عبدوا بني إسرائيل العجل الذهب قال موسى كده ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء من أجل خطاياكم، فسمع له الرب في تلك المرة أيضا. وقعد بعد كده الملاك يقول لنا إن زكريا بيقول لزكريا يعني يكون لك فرح وابتهاج بولادته، وإن يوحنا المعمدان ده هيكون عظيما وهيمتلئ من الروح القدس من بطن أمه، وهو هيدعو الجميع إلى التوبة وإن هم يتبعوا المخلص ربنا يسوع المسيح. ويقول كده ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. ومن اتضاع يوحنا المعمدان قال إنه لا يستحق أن يحل سور حذاء السيد المسيح، وقال كده هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبين الملاك هدف يوحنا يعني من جهاده بقوله يعني جاي عشان يهيئ للرب شعبا مستعدا. لكن زكريا شك في بشارة الملاك، لكن كان واجب على زكريا اللي هو الكاهن اللي عارف الناموس وعارف قصص الآباء اللي قبله، وكان المفروض يصدق البشرة. وعشان كده الملاك قال له هتكون صامتا لغاية ما يتم ذلك. وهو كان عارف ان إسحاق ولدته عاقر هي سارة، وأب مسن هو إبراهيم، وصمائيل ولدته حنة العاقر، وشمشون الجبار جاء من عاقر هي زوجة منوح. ولكي ينتبه زكريا قال له الملاك أنا جبرائيل الملاك أتيت لأبشرك. وعقبه وقال له أنت تكون صامتا إلى اليوم الذي يكون فيه هذا. ويقول كده الكتاب ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته بين جبال يهوذا، وبعد البشارة حبلت زوجته وأخفت حبلها 5 أشهر تواضع منها. كانت إليصابات إنسانة متواضعة جدا ورغبة في عدم الافتخار، أخفت نفسها 5 أشهر. وكانت بتردد القول إن الله قد رحمها ونظر إليها بعين الشفقة والمحبة ونزع إعارها من بين الناس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. أرسل الرب غبريا ليبشر زكريا
بميلاد يوحنا لينزع رأالي صابت عال عن البطاركة ومكرم عن الأنبياء لأنه لم يقم في موالد النساء من يشبهك جيفس مرؤوس تنجيب يود نمي بشيري نم بابن غماي سوى تتري ياسي جي كيفون تنقوش تمو سنتيون سوفيا سيبروس خمين كريليسون كريليسون خن أم إثمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المورد من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مساوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء لك السادة من روح قدس من مرازرة تأنس الصلب عنا سبون تتألم وقبر وقام بين الموات في يوم سيسكن في كتب وصادة للسماء جلس عن أمين أبي وأيضا يأتي في مجدين دين حارة موات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس من بسم الله ابن سجد لنا من قدوم على ابن النار في الأنبياء كنيسة واحد مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمنه واحد من في الخطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي تنجوش تبل خايت هنتي أناستاسي سنتي نيرف موت نيم بيون خنت بي أونس نيو نماتي سوى يا الله العظيم الأبد الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس دمته من زور المحيا لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا ينادى الملائكة مجدون بقائلين المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام وفي الناس المصارة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيد نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونا من ما بغير ميت السماية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرأس مكف بخوف ورعدة ولا شر كن زوروا ننصر هيدا نبرز بيان تيت صودو كس وابماري ابشوي سري مطنان بكو ايفو لنتين النوفي تنوش تمكو بخريستو اوس نم بكيوت ناغاس اوس نم بمن ما يسوه جياكي اكسو تيمون الي وسيريني سي سيئين سيئون كريوس متا بندوني مون كي متا توب نفما توسون نوي مون خسكر زيئن إخو من بروستون كيريون إفريستون سمين تو كريون أكسيون كزيكيون
مستحق وعد مستحق وعد لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل قال كان سيد الرب الأحق كان قبل الدور المالك إلى الأبد الساكن في العال والنظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كيفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرأسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة إلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشاروبين ممتلون وسطر في ست أجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين شيروبيم يسجدون لك وسيرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملوءات من مجدك الأقدس قدوس 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 بالحقيقة الرب لا هنا الذي جبنا وخلقنا وضعنا في فردوس النائم وعندما خلفنا وصيادك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعبتنا دائما بأنبياءك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة الطاهرة ماريا آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وبذل ذاته فداء عن الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا نؤمن وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك يا الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايانا وضع لنا هذا السر العظيم الذي لتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العادة نؤمن أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيا نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله أبا وسيد كل أحد وشكر آمين وبركه آمين وقدسه آمين نؤمن وأنا أعترف ونمجد وقسمه وأعطى أيضا لتلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا خذوا كل منه كلكم
لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة وماء وشكر آمين وبارك آمين وقدسها آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد وزاقا وأعطى أيضا لتلاميذ القديسين الرسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونضر إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور إنسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك ننصت آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن. هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة جماعة الرسولية الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيح قفصها بسلام وجميع الأصاق الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب بان الطبا المكرم رئيس الأساق في الباب الأنباط ودرس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا متاؤل. صلوا من أجل رئيس كنتنا الباب الأنباط ودرس الثاني بابا وتاريك ورئيس الأساق في المدينة العظمى الإسكندرية
وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا متاوس وسارة ساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام. اذكر يا رب بان القمامسة وبان الخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل أبانا القمامسة وأبانا الخصوص وأخوتنا الشمامسة وليبزا قنين سبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة لكل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الأب ضابطا الكل. اذكر يا ربي خلاص هذا الدين المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين. صلوا من اجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائر المدن والاقاليم والجزائر والاديره. يا رب ارحم. والساكنين فيها بايمان. تفضل يا رب زروع العشب نبات الحقل في هذه السنه باركها. عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنه لكي يبارك المسيح لهنا وتغسل ان تكمل بصمه العظيمه ويتحنن على قبلته والصلاه على واخف لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اسقطها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الارض ليروح ارصاك تكسر اسمارها. اضل الزرع الحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كل عمل اجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. يا رب ارحم. لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تسقط جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة ميدان العذراء كل حين والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشاهد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر للإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطل القديس سويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسوس الرسول والقديس بطسكان والشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ساوديسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس
والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس روس الناطق بالإلهيات والقديس روس أنا العجاب والقديس أغرغوريوس الأرماني والسلسمة والسمية عشر المجتمعين بنيكيا والمائة خمسين كونستانتينية والمائتين بأفسوس وبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والسلاس أنبا مكرات الكديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وبان أنبا أنس القموس وبان أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وبان أنبا بولا الطموحي وحزكيال تلميذه وسيدي الأبوين الكديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة واربعين شهدا شيوخشيهيت والقو القديس أنبا موسى وإحنس كمالكس وبان أنبا دانيال القموس وبان أنبا سيزوروس الكس وبان أنبا وخم صعب الشركة وأنبا تدريس تلميذه وبان أنبا سنودريس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه والأنبا صموئيل المعترف والصبولو تلميذي والبابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس والقديس العظيم أنبا أبرامس كوفيوم وجيزا والقمص ميخائيل البحيري تلميذه وأبونا القمص أبونا بشوي كامل وأبونا السلنطوني وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اسم القدس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بلد بطارق القديسين الذين رقدوا الربنا يحنفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم آمين هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أذكر يا رب نفس عبدك المرحوم الشماس نعيم كرياك السعيد نيحوا في فردوس النعيم في ذلك الموضع الذي هرب الحزن والكآبة والتعهد في نور قديسك اطلبوا عن أبانا أخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخوتنا الشمامسة ومعهم نفس المرحوم نعيم كرياكوس وأبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعنياح كل المسيحيين لكي المسيح الأهنى ينيح نفسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيح في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك
إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور آمين وهدنا إلى ملكوتك لك يبعث في كل شيء يتمجد ويتبارك اسمك القدوس في كل شيء كي يبارك مع يسوع المسيح انك الحبيب والروح القدس بركه والسلام لجميعكم ولروحك ايضا ايضا فلنشكر الله ضابط الكل وربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لانه جعلنا اهلا لان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وأصعاد أسراره الإلهية الغير المائتة آمين يسوع أشتم بك سمعته بسنا في طيور بك اسنا في طيور انت في خريسوس انت بيبان تكرتور ابشوي سبن نوتي امين امين ابروس ابيك صاست كيري ليسو ريني باسي اتوب نغماتي سو سيد ربي إلهنا الخالق غير المرئي غير المحوي غير المستحيل غير المفحوص الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع المسيح لمزاتي كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم الكائن في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشاء البتول غير الدنس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم إذ الملائكة تسبح أجنال السموات ترتل له صارخين قائلين قدوس 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 رب السبوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدام كيرياليسون يا رب ارحم هكذا أيضا نحن ضعفاء خطايا اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا صالح محب البشر لكي بقلب طاهر نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي نرفع أعيننا إلى فوق إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين خن بخريسوس يسوس بي إن شويس تسكيف على سيمون تكريو كلنا آتي أمامك يا رب
قانعين وساجدين رسخوا من سيوم تفوفوا آمين إيرني باسي كتب نظماتي سو لا تمنع شعرك حللنا يا رب حلك كل مرقات الرسول اذكر يا رب السلام كنيسك اذكر يا رب البابا المثور اذكر يا رب العالم اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها مستحقا مع نور كنس بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح وقدوس الروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين ارمي باسم كتب نظماتي سو ماجيون كيمن يمون اليسنون يسو خريستو تيوتوسي ويمون امين 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 صوم كيمن اليسنون يسو خريستو تيوتوسي ويمون امين جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين آمين تيناتي آمين 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 أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاط صلبنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة واحد عنا كلنا بالحقيقة أؤمن إن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معنا رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم زكسوسي كيري